المكان المملكة المغربية، الحدث الاحتفاء بالكفاءات الوطنية والدولية التي تعد وجها من أوجه الدبلوماسية في مختلف القطاعات. الجهة المنظمة لهذا الحدث المؤسسة الدبلوماسية التي تعمل على تفعيل المحاور التي ينص عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل خطاب ورسالة سامية، محاور تنص على انتهاج دبلوماسية التنمية البشرية. من هنا كانت نقطة الانطلاق نحو تتويج من حققوا التميز ومثلوا البلاد ورفعوا راية الوطن. هي إذن مبادرة استثنائية رسمت معالمها الأولى في دورة استثنائية، خطوة أولى لمسيرة الألف ميل، مسيرة أعطى بوادرها جلالة الملك محمد السادس، إذ يدعو دائما إلى تضافر الجهود وتسخير الأفكار والمساعي الفردية والجماعية للارتقاء بالدبلوماسية المغربية. وبغية بلورة رؤية دبلوماسية شاملة ومتناسقة جاء الحدث. الجائزة الدولية فاز بها فخامة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس. الجائزة الكبرى للدبلوماسية العامة وجائزة الدبلوماسية منحت في هذه النسخة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تسميناً للمجهودات المبذولة والنضال الوطني من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما يؤكد على ذلك رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس في مختلف اللقاءات والاجتماعات. الجائزة تسلمها بالنيابة السيد أحمد الصبح سفير دولة فلسطين بالمغرب، وسلمها السيد عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ومؤرخ المملكة والرئيس الشرفي للمؤسسة الدبلوماسية. ولأن تشجيع الدبلوماسية الاقتصادية القادرة على تعبئة الطاقات بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات من أولويات صاحب الجلالة في تدبير الشؤون الدبلوماسية المغربية، من هنا قامت المؤسسة الدبلوماسية بتخصيص جائزة في المجال الاقتصادي ومنحت لرئيس مجموعة التجاري وفا بنك السيد محمد الكتاني. محمد كتاني بريزيدان ديريكتور جينيرال دو التجاري وفا بنك lauréat de ce prix de l'économie. C'est cet homme qui a également été le leader et qui incarne la grandeur aujourd'hui et les acquis de l'option de développement et de régionalisation de la banque. En effet, en moins d'une décennie, Attijari Wafa Bank est devenue la première banque du Maghreb et la sixième en Afrique. Elle est présente dans 23 pays à travers le monde, dont 10 en Afrique. المجموعة البنكية بدأ انتشارها يتجاوز الحدود المغربية، إذ فتحت مكاتب جديدة في مختلف دول المعمور، فيما دشنت مؤخرا وكالات أخرى بالدول الأفريقية جنوب الصحراء، قصد تعزيز العلاقات المغربية مع دول السين صاد الساحل والصحراء وتكريسا لقيم التضامن والإخاء. qui composent le groupe Tijari Wafa Bank aujourd'hui et qui servent les clients dans 22 pays à travers le monde qui sont honorés. Donc je tiens à partager cette reconnaissance avec les 15 000 femmes et hommes du groupe Tijari Wafa Bank. الجائزة تسلمها السيد محمد الكتاني من طرف مستشار الرئيس السنغالي إلى جانب سفير دولة السنغال بالمغرب. قطاع العلوم حاضر أيضاً، إذ تسعى المؤسسة الدبلوماسية إلى تكريم الفاعلين في هذا الإطار، فاعلون يسعون لإعطاء صورة إيجابية يصبحون من خلالها خير سفراء العلوم لبلادهم. الجائزة الكبرى للدبلوماسية العامة في مجال العلوم سلمت لرئيس الجامعة الدولية بمدينة الرباط السيد نور الدين مؤدب. مشروع الجامعة كان عبارة عن حلم، الحلم تحقق بعد ذلك بعزيمة قوية لمجموعة من الكفاءات المغربية القاطنة بدول المهجر، ومن هناك قدم رائد الفكرة السيد نور الدين مؤدب وفتحت الجامعة أبوابها في شتنبر 2010. وبهذا الإنجاز المغربي الذي خلق التميز لا محالة، يعتبر المشروع أول جامعة دولية خاصة بالمغرب. الجائزة تسلمها السيد مؤدب من طرف سفير البرتغال بالمغرب.
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إطارات جديدة أصبحت تشكل دعامة أساسية ذات وزن هام وتعطي لمحة عن البلاد كما تساهم في التعريف بالإرث الاجتماعي. من هنا انطلقت المؤسسة الدبلوماسية وخصصت جائزة تعنى بالمجال الاجتماعي، فيما المتوج السيد محمد الخضري رئيس مجموعة الصداقة المغربية لذوي الاحتياجات الخاصة. مجموعة الصداقة تعد سفيرا للبلاد تشارك في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بشؤون الأشخاص المعاقين. Un exemple pour tous les entrepreneurs ici au Maroc, non seulement au niveau des innovations dans son domaine de textile, mais aussi une innovation dans le domaine du social. C'est pour ça qu'il mérite à 100% والجائزة الكبرى للدبلوماسية العامة فيما يخص القطاع الصناعي سلمت للسيد محمد الفيلالي المدناوي رئيس مجموعة الفيلالي للنسيج بالمغرب. المجموعة تعتبر رائدة في هذا المجال وتحاول تقديم صورة شاملة عن الصناعة بالمغرب، خصوصا أنها تمزج بين الاختراع التكنولوجيا وحماية البيئة لإعطاء لوحة متكاملة من خلال منتوجات الصانع المغربي المتميز. الجائزة تسلمها السيد الفيلالي من طرف سفيرة دولة الصين الشعبية ورئيس قسم التعاون بالسفارة بلجيكا بالمغرب. وفي إطار الدبلوماسية الثقافية التي يحث على تطويرها جلالة الملك محمد السادس، سعت المؤسسة الدبلوماسية لتخصيص جائزة في هذا الصدد. plaisir de présenter un trophée à Maïm Binbin parce qu'il a cette particularité de peindre de manière universelle, d'avoir vécu ici, ailleurs, à New York, être exposé au Guggenheim, which is not a small feat. Je crois qu'il est vraiment le meilleur ambassadeur de la culture pour le Maroc aujourd'hui. والمتوج الفنان شامل الماحي بنبين، وبين النحت والتشكيل والكتابة يعرف الماحي بالرصيد الثقافي والحضاري العريق للمغرب وبهويته الموحدة. Je suis très touché d'avoir reçu ce trophée, c'est magnifique. Et je suis content de l'avoir reçu. الجائزة تسلمها الفنان من طرف السفير الممثل السابق للأمم المتحدة بالمغرب. أكيد أن التميز ينبع من الإرادة القوية والروح الوطنية، والقطاع الرياضي نموذج لذلك، فحين يرفرف العلم المغربي في سماء دول أخرى يكون الأبطال سفراء لبلادهم. من هذا المنطلق توجت المؤسسة الدبلوماسية السباحة المغربية سارة البكري. Dans la catégorie du sport revient à une gentille demoiselle qui s'appelle Sara El Bekri, lauréate de plusieurs records du Maroc en natation. Toujours prête à défendre son drapeau, elle détient une flopée de médailles et de distinctions. بطلة مغربية إفريقية عربية وأولمبية، بطلة دافعها التحدي وهدفها رفع العلم الوطني والافتخار بالهوية. الجائزة سلمت من طرف سفيرة الغابون وممثلة النادي الدبلوماسي الخيري بالمغرب. Un insigne honneur pour elle d'être élue avec ce quota de responsables de dirigeants qui sont là et qui honorent le pays et d'être élu par la revue Diplomatica en tant que lauréate de cette année. وبتسليم الجوائز يصدر الستار عن النسخة الأولى للجائزة الكبرى للدبلوماسية العامة بعدما احتفت المؤسسة الدبلوماسية بمكرميها وضيوفها من خلال حفل عشاء تخللته فقرات متنوعة من عروض للأزياء ولوحات فنية عالمية لمجموعات قدمت من شتى أنحاء العالم لتقاسم فرحة التتويج، في انتظار موعد قادم للدورة الثانية التي ستسلم جوائزها في 25 من شهر مارس 2014.